وزي ما زميلتنا ليندا بشرتنا وقالت لنا ان درجة الحرارة هتنزل وتوصل ل 28 درجة مئوية، خلونا نعرف تفاصيل اكتر منها ليندا. في تحسن ملحوظ يا احمد في درجات الحرارة، وكمان لحد نهاية الاسبوع هيكون في تحسن كمان اكتر ان شاء الله. يعني انا حبيت الفقرة الجوية خلاص. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أنه النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهيكون معتدل على السواحل الشمالية وحر على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون مائل للبرودة. النهاردة في شبورة مائية الصبح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا وكل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. يعني يا دكتور، مع الانخفاضات اللي بتشهدها البلاد النهاردة، هل ممكن الناس يتقلوا على بالليل ولا البرودة هتكون محتملة؟ لا بالعكس، ده في انخفاضات في درجات الحرارة خلال فترة النهار وخلال فترة الليل. احنا بالفعل بدأنا انخفاض في درجات الحرارة، ويمكن اليوم كمان في انخفاض آخر في درجات الحرارة عن الأمس بحوالي 3 لـ4 درجات. يعني احنا اليوم متوقع عظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية بعد ما سجلنا بالأمس 32 درجة مئوية. سواحلنا الشمالية متوقع العظمى تكون 24 درجة مئوية. معظم الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا هي كتل هوائية شمالية معتدلة، فبتجعل إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حر على محافظات وسط الصعيد، هيظل شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل درجات الحرارة على شمال البلاد بتتراوح ما بين ال 15 وال 16 درجة مئوية، يعني الطقس خلال فترة الليل بيكون مائل للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، فاحنا نحتاج الملابس الشتوية على الأقل الخفيفة خلال فترات الليل، دايما لسه محافظين معانا على جاكيت أو قطعة ملابس إضافية نرتديها لما نحس بانخفاض درجات الحرارة. الأجواء خلال فترة النهار هتساعد على تخفيف الملابس، لكن طبعا مش الملابس الصيفية. احنا زي دايما ما بنقول الملابس الصيفية مش هنرتديها دلوقتي غير بعد أعياد شم نسيم، احنا لسه فصل الربيع. اليوم كمان تكونت شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، غير مؤثرة تماما على حركة المرور، لكنها تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، والرؤية دلوقتي متحسنت على كافة الطرق بسبب الشبورة المائية. كمان اليوم في نشاط للرياح على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، نشاط الرياح ده بيساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خاصة بعد فترة الظهيرة مع دخول ساعات المساء، نشاط الرياح هيساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. وعلى مدار هذا الأسبوع كله إن شاء الله إحنا بنشهد انخفاضات في درجات الحرارة ملحوظة، أجواء ربيعية على مدار هذا الأسبوع. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 28 والصغرى بتسجل 17، الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 15، سيوة العظمى 25 والصغرى 12، بورسعيد العظمى 24 والصغرى 16، دمياط العظمى 23 والصغرى 16، الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 15، السويس العظمى كمان 28 والصغرى كمان بتسجل 15. هنروح لعريش العظمى فيها 22 والصغرى 15، طبق العظمى 21 والصغرى 15، سانت كاترين العظمى 29 والصغرى 14، شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 24، الغردقة العظمى 33 والصغرى 23، الفيوم العظمى 29 والصغرى 17، بني سويف العظمى 29 والصغرى 18، المنيا العظمى 31 والصغرى بتسجل 20. هنروح لأسيوط العظمى فيها 33 والصغرى 21، سوهاج العظمى 35 والصغرى 21، قنا العظمى 39 والصغرى 24، الأقصر العظمى 39 والصغرى 23، أسوان العظمى 41 والصغرى 23، الوادي الجديد العظمى 36 والصغرى 21، شلاتين العظمى 35 والصغرى 19، وأخيرا حلايب العظمى 33 والصغرى بتسجل 20. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. شكرا لك يا ليلى.